السلام عليكم. نظم ناشطون ومسؤولون محليون بمحافظة تعز وقفة احتجاجية وسط المدينة للوقوف إلى جانب السلطة المحلية وإسناد الدولة كهدف وغاية للمقاومة والجيش الوطني. الدولة هي اللافتة العليا، هكذا تقول اللافتات التي تصدرت واجهة الحراك الجماهيري في مدينة محاصرة يخرج أبناؤها من تحت الركام لتعزيز الخيارات السياسية واضحة المعالم. إسقاط الانقلاب واستعادة الدولة، الدولة الحاضرة في وعي مجتمع يعاني من فقدانها بسبب الانقلاب، وهي الهدف المستدام ذاته لكافة ألوان الطيف السياسي في مدينة تعد هي الحاضنة الأولى للحراك السياسي في البلاد. الرسالة التي أراد الحراك الجماهيري إيصالها في الواقع وفي مواقع التواصل لكافة قيادات الفصائل المسلحة أن الدولة هي اللافتة العليا التي تستوجب الالتفاف حولها، وأن لا سلطة فوق سلطة الدولة وسلطتها المحلية كما يقول متابعون لتلك التظاهرات. تأتي التحركات الجماهيرية في تعز بعد مضي عام ونصف على الحصار، ثمن تلك التضحيات والاستبسال هو تثبيت حضور الدولة في المناطق المحررة. اللافت في التظاهرة التي دعت إليها السلطة المحلية هو حضور محافظ المحافظة الأستاذ علي المعمري وإلى جانبه غالبية قيادات الجيش والمقاومة في صورة يقول مراقبون إنها تعكس التلاحم من جديد بين القيادة المدنية والقيادة العسكرية. مشاهدين الكرام، حول التحركات الجماهيرية في تعز لإسناد مشروع الدولة ستكون حلقة المساء اليمني لهذه الليلة. أستضيف فيها هذه الليلة معنا هنا في الأستوديو الأستاذ الدكتور عبد الباقي شمسان، أستاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة صنعاء. مساء الخير دكتور. مساء النور، أهلا وسهلا دكتور عبد الباقي. دعنا بداية نذهب لمشاهدة هذا التقرير ونعود بعده لبدء حوارنا. مجددا، تعز تبحث عن الدولة من تحت ركام الحرب والحصار. إنها قصة المدينة من الحرب والحصار لإيصال رسالتها للعالم. فعالية هذا اليوم طبعا قام بها يعني عبارة عن جموع الأبناء تعز بشكل عام، وكانت عبارة عن تأكيد لحرصهم وتثبيتهم للسلطة المحلية في المدينة. يخرج أبناء المدينة بوقفة للمطالبة بإسناد الدولة وتثبيت أركانها من خلال مؤسسات السلطة المحلية في لحظة لا يزال فيها آثار الدمار في شوارع المدينة ومنازلها ومؤسساتها التي دمرتها الحروب، ولا تزال أحياؤها مستهدفة بالقصف الميليشياوي من خارجها. في إعلان عام لإسناد الدولة، يمرون على جراحهم، يمرون على جوعهم والحصار المضروب عليهم، مطالبين بتعزيز السلطة المحلية وعودة مؤسسات النظام والقانون. نهيب بكل أبناء تعز العمل بفريق الواحد لإنجاح السلطة الشرعية برئاسة المحافظ. معركة الدولة يخوضها أبناء تعز ليترجموا الإرادة الشعبية لأبناء اليمن برمته بمطلب الدولة ولا شيء سوى الدولة، فوحدها الكفيلة بتوفير سبل الأمن والاستقرار. هذه التضحيات العظيمة والاستبسال الكبير في حماية المحافظة يعني أن تعز ستتعافى بسرعة وستنجز مشروعها الوطني سريعا. ولكن لا تخلو من مطالب أولها دمج المقاومة الشعبية بالجيش الوطني وتوفير الحد الأدنى من الخدمات الضرورية. التظاهرة خرجت لتروي للعالم تفاصيل عام ونص من الانقلاب والحصار، وللتعبير عن إدانة الصمت الدولي تجاه جرائم الميليشيا بحق سكان المدينة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. بعد مشاهدة هذا التقرير أرحب مرة أخرى بك دكتور عبد الباقي. دكتور عبد الباقي، هذه التحركات الجماهيرة في تعز، حضور يعني تريد أن تسند حضور الدولة بحضور أيضا المحافظ وجميع القيادات العسكرية، بداية لو تحدثنا عن أهمية هذه التحركات في هذا التوقيت. طبعا كما نعلم أن مدينة تعز كما قلنا في أكثر من لقاء أنها حامل للمشروع الوطني، ليس لأن هذه المدينة يعني متميزة لأسباب متعلقة في المدينة، بل لأسباب تاريخية ولأسباب يعني انطلاق التعليم باكرا، قربها من عدن، كثير من العوامل يعني هذا حتى لا نعطي صورة أن تعز هذه تتميز عن بقية المدن. تعز تتميز لأسباب موضوعية عن بقية المدن. تعز كانت حاضنة للحركة الوطنية شمالا وجنوبا. تعز ينتمي منها يعني أعلى نسبة تعليم في اليمن، وبالتالي هم منتشرون في كل هذه الجمهورية. تقريبا معظم الأحزاب السياسية في اليمن تأسست في هذه المدينة، ومنها أيضا رموزها وقيادتها شمالا وجنوبا. أيضا كان احتضنت المقاومة الجنوبية، وعدن احتضنت المقاومة الشمالية، بالتالي هناك أيضا أحزاب تأسست هنا ولها فروع هناك.
هذه كل العمليات أثرت في هذه المدينة كحاملة للمشروع، شاركت في الدفاع عن الجمهورية تاريخيا، وبالتالي هذه المدينة لها خصائص، وينبغي أن عندما نتعامل مع مدينة تعز، صحيح نحن نتفاخر أو نتحدث بنشوة عن تميز هذه المدينة وعن أن هناك مدينة لها نسبة ديموغرافية عالية تحمل هذا المشروع الوطني والدافع عنه، إلا أننا ينبغي أيضا أن يكون هذا الفعل لا نعتمد عليه حتى لا نسقط علينا أن نتحرك من مقاربات علمية في الموضوع. كما تعلمين من السهل جدا أن تحكم الفعل وتضبط الجماعات في منطقة مثل مأرب والجوف وفي المناطق القبلية، ومن الصعب جدا أن تحكم الجماهير في المدن المتحولة ذات الانتماء القبلي والمناطقي الضعيف أو المتآكل، بمعنى أن ما يسمى بمؤسسات الضبط الاجتماعي. مثلا لا أخاف أنا على مأرب والجوف وشبوة وبعض المناطق القبلية لأنها تنتمي إلى قبائل، يعني لأن هناك ما زالت مؤسسات الضبط الاجتماعي قوية قائمة، وهناك قدرة على السيطرة على الجماعات، وهناك أعراف وتقاليد، وهذا يجعل حتى نحن هذه يجعل هناك له ميزة، على الأقل تستطيع أن تسيطر على الجغرافيا وتقيم تحالفات مع القبائل وتضبط، لأن الفرد في الجماعات القبلية ليس له قيمة، الجماعة هي الحاكمة، وبالتالي العيب له عيب أيضا، أي العيب يتحمله كامل أفراد المنطقة والقبيلة. نعم هذه ميزة، ولكن في هذا التوقيت، في توقيت الحرب يعتبر هذا مؤسسة الضبط الاجتماعي سهلة جدا في هذه المناطق. في المدن المتغيرة وذات ما يسمى أن هويتها قد تآكلت القبلية والمناطقية، نعاني من خطر، ولهذا سنعطي ما يجب على تعز. الخطر أنه مؤسسات الضبط الاجتماعي التقليدية اللي هي قبلية لم تعد يعني موجودة بشكل، أصبحت تحولت وتآكلت وأصبحت انتماء مناطقي خفيف وانتماء جغرافي قهوي، وهذا الانتماء الجهوي يصبح من ضبط الجماعات ليس هناك قدرة على ضبط الجماعات. لا. المؤسسات الحديثة الحزبية والمؤسسة المجتمع المدني هي أيضا ضعيفة، والفعل السياسي داخل هذه المدن يصبح ينتمي إلى شعور، ينتمي إلى انتماءات سابقة قهوية مناطقية مذهبية، ومن هنا يصبح العمل على مجتمعات متغيرة. كيف يأتي هنا؟ هنا يأتي كيف يمكن أن نوظف هذا الحامل الجماهيري وهذا الاستعداد لدى الناس. هناك استعداد، وهذا الاستعداد لا يتوفر دائما. عندما يكون هناك استعداد جماهيري للانخراط في مشروع، فينبغي توظيفه وتحقيق ما يتوقعه الناس، وإلا ينتكس الناس، ينتكس الجماهير وتعود إلى مرحلة سابقة. تعز الآن بحاجة، وتحدثنا من هذا الاستوديو قبل عام وقلنا أن طالما أن هذه المدينة لديها نسبة ديموغرافية عالية، طالما هناك استعداد جماهيري لانخراط المشروع الوطني، ولم نسمع يوما عن حديث عن تعز وعن فك ارتباط تعز، وتعز لديها ميناء المخا ولديها ميناء تاريخي ولديها نسبة ديموغرافية عالية ولديها قدرة تجارية وتستطيع أن تعلن فك ارتباط، لكن لم نسمع مثل هذا الحديث عن فك ارتباط. وتستطيع ما يسمى باقتصاد المعرفة، اقتصاد المعرفة هو الاعتماد على العقل في استثماره لاستيراد يعني سياحة طبية لتجارة، كما الأردن تستخدم العقول في الجانب الاقتصادي، تستطيع تعز أن تحقق، لكن لم نسمع في تعز حديثا مثل عن هذا. دائما تحدثون عن اليمن، عن مشروع الدولة، عن هذا إيجابي. إذن كيف يمكن لنا أن نوظف هذا الاستعداد وأن نضبط هذه المساحة الجغرافية التي المخلوع صالح يلعب على ما يسمى الفراغ الأمني؟ لأننا كما نعلم الأحزاب السياسية هي كانت قبل يعني الثورة الشبابية وقبل وخلال الحكم المخلوع كانت فاقدة لما يسمى بعلم الاجتماع الاقتدار، لأن هناك إضعاف منهجي للأحزاب السياسية تم عن طريق عدم قدرتها على الوصول للبرلمان، تم إضعافها بالمتابعات والملاحقات في القوانين، بالتالي أصبحت تمثل في البرلمان بنسب لا تستطيع صناعة القرار، أصبحت هناك تفريغ أحزاب سياسية، أصبح شيخ القبيلة هو الذي يحكم، بينما رئيس حزب ضعيف لا يستطيع. مؤسسة المجتمع المدني حوالي 20,000 لكن الفاعلة قليلة. الجمعيات الأهلية تتخذ طابع
المناطقي وليس الطابع الشبكي. هنا يأتي التخطيط لهذه المدينة، ينبغي أن توظف من خلال إحصاءات. نعم، قبل أن ندخل دكتور نعم، بس أنا أوكي يعني نكمل الفكرة يا نعود لها، سنعود إليها. يعني ما الذي يجب عمله عند هذه النقاط؟ ولكن اسمح لنا أن ينضم معنا أيضا عبر الهاتف الأستاذ علي المعمري، محافظ محافظة تعز من تعز. مساء الخير أستاذ علي. أستاذ علي، يعني نعم نسمعك جيدا. لحظة لو سمحتي، مش محافظة محافظة. نعم، مش معك محافظة محافظة، معك عضو مجلس تنسيق المقاومة. عضو مجلس تنسيق المقاومة وليس محافظة محافظة. طيب أستاذ عفوا، اسمكم الكريم؟ علي محمد أحمد المعمري. علي المعمري نفسه. إذن أستاذ علي، يعني كونكم عضو مجلس تنسيق المقاومة، ما الذي يعني أردتم إيصاله في الاستجابة الجماهيرية التي يعني قمتم بها يعني لأجل تعز في التظاهرة التي كنتم فيها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الصادق الأمين. أولاً هذه المظاهرة كانت استجابة للأوضاع أو للظروف الموضوعية التي تعيشها تعز. نعم. تعز مدنية، تعز جزء من اليمن، تعز يجوز أن نقول هي القلب النابض لليمن. وكانت هذه أو كان هذا المهرجان الرد على حصار واعتداء دام سنة وسبعة أشهر منذ بداية الاعتداء على هذه المحافظة. نعم. التي كانوا يتوقعون أنها ستكون هي الفريسة السهلة في هذا الواقع، لكن أثبتت تعز بأنها السهلة الممتنع التي لن تسقط ولن تسقط، وسيكون الانتصار القادم إن شاء الله لتعز واليمن من تعز الأبية. نعم أستاذ علي، يعني ما الذي لمستموه من عدد الذين خرجوا لأجل هذه الفكرة المراد إيصالها؟ هناك حصار لمحافظة تعز دام سنة ونصف، هناك أيضا يعني من خلال اللافتات التي رأينا الشباب يحملونها لا بديل عن الدولة، يعني يجب الاعتماد على القانون، كلنا مقاومة وننشد الدولة. هناك هدف أساسي أرادت إيصاله مثل هذه الخروج أو يعني الشباب الذين خرجوا جماهيريا؟ طبعا المقاومة وسيلة لاستعادة الدولة. نعم. ولرفض الانقلاب ولرفض من يعتدي على مؤسسة الدولة التي تتمثل كما قلنا بمؤسسات الدولة التي كانت قائمة والتي كان يمثلها الحوار ومخرجات الحوار لقيام يمن اتحادي قوي متعدد الأقاليم، يستطيع من خلاله كل أبناء اليمن العيش بمساواة وبمواطنة متساوية. إن القانون وسيلتنا لتكون كما قلنا تعز واليمن كله في حالة أمن واستقرار. نعم. الاستجابة الحقيقة الجماهيرية كانت رائعة، وكانت رفضا لكل من يحاول المساس بمؤسسات الدولة، وكانت وسيلة لاستعادة كما يقول للتعبير عن ما في تعز من روح محبة للقانون والنظام ولدولة المؤسسات الشرعية. نعم. إذن أستاذ علي، يعني ما مدى إمكانية يعني كونكم عضو في مجلس تنسيق المقاومة، ما مدى إمكانية دمج فصائل المقاومة مع فكرة الدولة في يعني المجال العسكري بالذات؟ هل هذه الفكرة تم طرحها ودراستها؟ طبعا نحن كلنا مؤمنين بأن كل أفراد المقاومة الشعبية الذين عندهم رغبة في الانضمام لمؤسسة الجيش والأمن يجب أن يستوعبوا في مؤسسة الجيش الأمن حتى تكون البندقية لا تمتلكها إلا الدولة. ليست وسيلة لاغتصاب السلطة، وليست وسيلة للانقلابات، وليست وسيلة لتقوية جهة على جهة أو قبيلة على قبيلة. تعز ترفض أن تعيش إلا في ظل نظام قانون. واليوم كانت جماهير الشعب في تعز أو شباب تعز يعبر تعبير صريح بإيمانه بأنه كل ما دفع من ثمن هو من أجل دولة نظام وقانون، وليس من أجل دولة ميليشيات، وليس من أجل دولة فصائل متعددة. كل فصيل أو كل فرد لن يكون مع الجيش، سيكون خارج مؤسسات الجيش والأمن.
ونحن حقيقة كمجلس تنسيق مقاومة نعمل جادين في مسألة دفع كل أفراد المقاومة أما ليس لهم كما قلنا وظائف، لأنه فيه أيضا شباب عندهم وظائف مدرسين أطباء. نعم سيعودون لها. نعم. أسمع. نعم. أقول حقيقة يعني كل من يرغب بالانتساب للقوات المسلحة لم سيكون الباب أمامه مشرع للالتحاق بقوات بمؤسسة الجيش الأمن، لكن هناك أيضا ضوابط صحية وضوابط أيضا كما قلنا شروط يجب أن تتوفر في المتقدم مؤسسة الجيش الأمن حتى تكون هذه المؤسسة مؤسسة لحماية كما قلنا مؤسسة لحماية النظام والقانون. وليس نعم. كما قلنا مؤسسة لاستقطابها من طرف على طرف آخر يعني. نعم إذا أستاذ علي يعني فكرة أن هناك يعني هناك من يتحدث عن وجود فصائل تدعي أنها من المقاومة ولكنها تسيء إليها بعض الأفعال، كيف يمكن التعامل معها في ظل عدم وجود يعني مقياس معين للفرز حاليا، خاصة وأنه لم يتم دمج أفراد المقاومة الفعلية في الجيش العسكري حتى الآن؟ ليس فصائل، قولي أفراد. أنا أقول حقيقة وهذا من واقع المعايشة، ليس هنالك فصيل كامل يرفض قيام الدولة، إنما هنالك بعض الأفراد في أحسن الأحوال نقول إنهم طايشين، ربما يستخدمون كما يقول اسم المقاومة لمصالح شخصية أو غيرها، لكن حقيقة ليس هنالك فصائل لا تؤمن بدولة النظام والقانون، كل الفصائل خرجت كما قلنا لردع المعتدي ولإعادة الدولة المسلوبة التي اعتدى عليها الانقلابيون. إذن شكرا جزيلا لك أستاذ علي المعمري عضو مجلس تنسيق المقاومة، وعذرا يعني على الخطأ السابق في التوصيف، كنت معنا عبر الهاتف من تعز. عودة إليك الدكتور عبد الباقي. دكتور عبد الباقي، هل تود التعليق على أي نقطة طرحها الأستاذ علي المعمري قبل العودة للنقاط التي كنت تود الحديث عنها؟ ليس هناك تعليق، ولكن عندما نتحدث ينبغي أن لا نفرط في التفاؤل فيما يتعلق بمدينة تعز، خاصة وأن كل يعني تقريبا 70% من الرهانات الإنقلابيين على هذه المدينة، وكما تعلمين أنها هي المرشحة لأن تكون حلب أو الموصل وفقا للمخطط الإنقلابي، وبالتالي لأسباب موضوعية ولأسباب أيضا متعلقة بأنها تأتي في الخط الفاصل فيما كان يعني بين المناطق الجنوبية والشمالية، أيضا لأسباب موضوعية تتعلق بأن كثير من أبنائها لم يتم استيعابهم في القوات المسلحة والأمن خلال حكم المخلوع، وبالتالي هناك كان غياب من أبناء هذه المنطقة في المؤسسة العسكرية، وبالتالي ستلاحظين أنه خلال العام هذا خلال فترة الانقلاب قد تكون كثير من الشباب من خلال الممارسة العملية. ولهذا أقول ينبغي أن لهذه المدينة أن نكون ألا نتعامل من خلال يعني الأفعال ردة الفعل أو الأفعال العفوية، نحن أمام مخطط غربي، أمام مخطط انقلابي، أمام عقل حزب الله يعمل في اليمن بدقة، إيران تلعب بدقة في المنطقة، كما تعلمين المخطط واضح في العراق في سوريا في ليبيا، بالتالي تعز مدينة ينبغي أن نحدثنا فيما سبق قلنا أنا لا يهمني ما حدث اليوم من تفاعل، نحن ليس بحاجة فقط إلى أن يلتقي المحافظ وقادة المقاومة في خطاب وينتهي الموضوع. نحن في معركة. نعم كنت تتحدث عن احتياجات معينة ربما نعم. عادنا السياق إليها. أيوة نحن نتحدث عن هذا، ليس الفعل هذا جميل، يعني هو من الخطأ أن يحدث ما حدث في مدينة تعز في هذا التوقيت، ونحن نعلم أن المخلوع صالح ما زال لديه استراتيجية ما بعد حتى التحرير، هناك مخطط لمدينة تعز ما بعد الاستعادة، ونحن نحذر من أن هذه المدينة عليها أن تتحمل يعني أو تدفع أو أن تستعد أو تقلل كلفة ما بعد التحرير. نحن سائرون ونقول للإنقلابيين أن مطهر اليوسفي اللي سقى الذي اليوم يعني لفظ أنفاسه الأخيرة وهو يحمل العلم الجمهوري، أبناء هذه المدينة هم يحملون المشروع الوطني
ولن يتنازلوا عنه حتى مع إلا مع ألفاظ أنفاسهم الأخيرة ليأتي جيل مستمر ويحمل نفس المشروع. لذلك يعني نترحم على هذا الرجل الذي سقط في معركة الجمهورية، أقولها معركة الجمهورية واستعادة الدولة في سنه، وهناك حوله شباب سيحملون المشروع إن شاء الله. نعم. عموما الاحتياجات، نحن بحاجة، تحدثنا من قبل عام هنا في 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 هذا الاستوديو وقلنا أن مدينة مثل تعز تفتقر كانت إلى مؤسسات في الجيش، كان بحاجة إلى ما يسمى وحدة الاستطلاع أو الرصد، وخاصة عندما يكون هناك غياب في الأمن السياسي وفي المخابرات، عليها على المحافظ الحالي أن يكون لديه وحدة رصد أو يفعل الأمن السياسي لجمع كل المعلومات عن الجماعات المقاتلة في الميدان، على كل الجماعات وعلى كل الفراغات. عليه أن يخلق أيضا تكاتف داخل الحارات، لأن نظرا لغياب الدولة ونظرا لأن يعني كثير من أبناء هذه المدينة لا علاقة لهم بالعمل العسكري والأمني، وكل قادة المقاومة هم أطباء ومهندسين ومدرسين، وبالتالي مهما امتلكوا من خبرة قتالية هم بحاجة أيضا إلى ما يسمى مهارات أمنية. وبالتالي عليه أن ينشئ وحدة دراسات ووحدة جمع معلومات عن كل الجماعات وعن خلفياتها، وعن بمعنى أنك تستعين مؤقتا بوحدة جمع معلومات حتى تكون لديك كل يعني جغرافية مدينة تعز تجمع عنها معلومات كاملة. اثنين، يكون هناك فرق عمل متوفرة وعاملة في الميدان تتعامل مع الجرحى، أعدادهم، نوع الإصابة، الاحتياج الطبي، عدد المعاقين، كل التفاصيل هذه تكون كده جاهزة، نوع العلاجات الناقصة، العلاجات المحتاجة. أنت أمام ملفات، بالتالي عند الاحتياج، عند المطالب، عند التدخلات لديك أيضا الاحتياجات السريعة، المعمار السريع، لديك الاحتياجات البيئية، فريق البلدية يجمع كل الاحتياجات البيئية والخطر المحتمل من أي وباء، نقص مياه، هذا يسمونه يعني فرق الأزمات يكون موجود معك، لأن مدينة مستهدفة لديها نسبة ديموغرافية عالية، وهناك أشخاص وجماعات متربصة لمرحلة ما بعد الاستعادة. اثنين، المحافظ، نحن شجعنا منذ البداية عندما تم الحديث عن الجيش والمقاومة الوطنية، وكنا نقول على مدينة تعز أن تحافظ على تراث الدولة، ولذلك نقول لمحافظ تعز ولكل القادة في تعز وقادة المقاومة، عليكم المحافظة على تراث الدولة، يعني ما تبقى من تراث الدولة. نحن نتحدث عن جيش وطني وعن مقاومة وطنية، هذه المقاومة الوطنية ينبغي أن تكون لديها إحصائيات دقيقة بأعدادها، ليس حتى لا يحدث أي إشكاليات، بأسماء المقاومين، ليس من أجل المرتبات فقط، ولكن أيضا من أجل الحق المعنوي للذين قدموا أرواحهم والذين وقفوا في الصفوف الأمامية. علينا أن نخلدهم، هؤلاء الذين شاركوا في الدفاع عن استعادة الجمهورية، علينا أن نعرف أسمائهم وأن نكرمهم. بالتالي عندما يكون لدينا إحصائيات بأبناء المقاومة، لدينا إحصائيات بالجرحى من كل فريق، في داتا بيز يعني معلومات كمبيوترية حول هذه الجماعات، مواقعهم الجغرافية، هناك نظم التنسيق الجغرافي، توزيع المدينة إلى مربعات، قادات مربعات، يعني ليس فقط جماعات ما يسمى مقاومة وطنية سلاح، أيضا هناك جماعات إغاثة لكل منطقة جغرافية، هناك جماعة جمع معلومات لكل منطقة جغرافية، بحيث يكون هناك سلطة مركزية تجمع المعلومات اليومية من المناطق الجغرافية وتوزيعها، تجمع الاحتياجات السكانية ومعرفتها على كل مدينة، كل منطقة جغرافية على حدة، هناك جمع معلومات في منافذ المدن هذه المدينة وعليها. ومن هنا لما يكون لدينا إحصاء كامل بعدد المقاومة، بعدد الجيش الوطني، بتمركزاتهم، بتحركات المدينة، عندما نطلب تدخل إسعافي أو تدخل علاجي، نحن لا نريد طبيب يناشد، لا نريد طبيب بتعز يناشد، هذه مدينة ذات مستوى وعي عالي، نريد طبيب يقول لدينا احتياجات محددة 70% علاج كذا محتاج كذا، لدي مستشفيات عاطلة كذا، أجهزة محتاجة كذا، لدي جرحى كذا. عليهم أن يخططوا إلى مصنع لإعادة تأهيل المعاقين مع هذا إلى آخره. علينا أيضا الاستعداد لما يسمى الجانب النفسي والوحدة النفسية لإعادة تأهيل الشباب والأطفال. نعم، ربما يعني دكتور سعد إليك في هذه النقطة، يعني هناك استباقية ربما لهذا الأمر، خاصة ليس استباقية، نحن لا نعمل للحال، نحن نصنع
المستقبل، وبالتالي حتى نمط التعليم حتى يعني هل تتوقعين أن جيلا مثل جيل أبناء تعز إلى كم سيحمل في ذاكرته من جروح، كم سيتذكر؟ نعم. بالتالي إذا لم نقوم بوضع مشروع من الآن يركز على التعليم، على التوعية، على كيف يمكن أن نزيل الصور من أبناء هذا الجيل، كيف يمكن نعم. أن نبرر له ماذا فعل الإنقلابيون، وكيف نبرر قتل أبناء حارته وقتل الأطفال. هذا الجيل الذي يحمل كل هذه سيحمل عاهات نفسية إذا لم نقوم بوضع مشروع متكامل تنموي صحي نفسي تعليمي. لذلك مدينة تعز أول عنصر ينبغي أن نقوم عليه ما يسمى بأن يكون هناك هيكلية قيادية، ليس هناك، لابد من توضيح ما يسمى بالهرم القيادي. نعم. بمعنى لا تجاوز من المحافظة على ما يسمى يعني تراث الدولة، المحافظة على ما يسمى هرم السلطة وتوزيع المعلومة، المحافظ، القيادات العسكرية، المقاومة عليها أن تخضع للجيش الوطني. نقولها بوضوح، الذي يكون في الظاهر والذي يكون هو اللاعب الرئيس الجيش الوطني وليس المقاومة الوطنية. نعم. المقاومة الوطنية هي الداعم وهي الرديف المدني. نعم. وهناك غير المقاومة الوطنية، هناك ما يسمى مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، نعود لها دكتور لو سمحتي، وتنظيم الإحسان، يعني بمعنى مؤسسات الجمعيات الأهلية. لابد أن يكون هناك هرمية، وإلا مدينة تعز مدينة كبيرة، لابد الذين يوزعون التبرعات ويوزعون المواد الغذائية والذين يأخذون التبرعات من عليهم ما يسمى تنظيم الإحسان. وهذه أول بدأت في أوروبا، بمعنى ألا يكون هناك فاعل خير يعطي لشخص، علينا أن ننظم الاحتياج، ننظمها. بمعنى وهذه تعودنا إلى نقطة الإحصائيات، ليس ضرورة وجود إحصائيات. لا، أنا أقصد ما يسمى هناك تجارب دولية، هناك قيادة عسكرية، ونقولها بوضوح للمحافظ، أعلى سلطة هو المحافظ، هنا القيادة العسكرية هي اللاعب وهي التي في الواجهة. لا نريد المقاومة الوطنية أن تتقدم، لأن هناك من يراهن على أن يصعد بعض الشخصيات لتصبح المقاومة الوطنية لا نستطيع ضبطها، لأن الميدان يخلق قيادات جديدة، وهذه القيادات لديها ضحايا ولديها نوع من الظهور، وبالتالي ستتجاوز الدولة. بالتالي علينا أن نربي هؤلاء الشباب على الانضباط والمقاومة على الانضباط، وأن نتحدث عن جيش وطني يسانده المقاومة الوطنية، ومن ثم تأتي الأحزاب السياسية، مؤسسة المجتمع المدني، وجماعة تنظيم الإحسان هي الجمعية الخيرية. ينبغي أن يكون عملها ليس كل جمعية منفرد، وإنما ينظم الاحتياجات، وبالتالي يكون تدخل مجتمعي متراتب. ومن هنا أيضا ما يسمى المساندة الشعبية، اللي هي مدنية، مساندة الشعبية بحراسة الحارات، بمعرفة المحتاجين، كل هذه المدينة بحاجة إلى هذا، حتى نستعد إلى مرحلة استعادة جغرافية تعز للدولة الشرعية، ومن ثم إملاء الفراغ الأمني الذي يراهن عليه الإنقلابيين. نعم. ما بعد الاستعادة. إذا نتحدث عن ذلك بشيء من التفصيل دكتور عبد الباقي، ولكن اسمح لنا أنت والسادة المشاهدين لهذا الفاصل القصير، ثم نعود إليكم. اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، مرحبا بك مره اخرى دكتور عبد الباقي. دكتور عبد الباقي، وانت تتحدث عن هذه التراتبيه في يعني مفهوم حضور الدوله، وكيف لابد من ترسيخ هرم الدوله كما تفضلت وقسمته بالتفصيل، هل يمكن ان نفهم ان الالتفاف حول محافظ المحافظه اليوم في هذا الظرف تحديدا يعكس مدى وعي المجتمع بضروره وجود الدوله وحضورها؟ في هناك ما يسمى، أنا تحدثت عنه بشكل سريع، هو ما يسمى الاستعداد. هناك وعي مواطنين، وهناك شعور ملح واحتياج، ما يسمى شعور واحتياج واعي وملح للدولة، لأن هذه المدينة لا تستطيع أن تعيش خارج إطار الدولة، لأنها دائما لم تعيش هذه المدينة. هناك تعليم مرتفع، هناك هذه المدينة لم يعد لها تنظيمة قبلية، انتماءها المناطقي والجهوي يعني ضعيف حد الاختفاء، ليس هناك من أبناء تعز من يتحدث بمناطقية شديدة، وهي كانت قاب قوسين أو أدنى لولا سياسة المخلوع صالح التي حاولت أن تعيد إنتاج الهويات الأولية، وتم الحديث عن أبناء تعز وإلى آخره، كان نوع من توزيع حتى مناصب نسبة لأب نسبة لحضرموت، كان يريد إنتاج هذا، ولكن كانت المدينة قاب قوسين أو أدنى. لذلك أعتقد أنه ينبغي، طالما أننا اكتشفنا اليوم أن هذه المدينة
متعطشة لاستعادة الدولة ولديها استعداد نفسي لاستعادة الدولة، والمحافظ أعطى إشارة قال سنعود لكم، علينا أن نوظف هذا العنصر توظيفا وتنميته لدى المواطنين بحيث أنه يتم استدعائهم بما يسمى المساندة الشعبية بالقطاعات الجغرافية للمدينة. كما قلت التجارب قدام أمامنا واضحة، ستلاحظين أن الآن في العراق هم يريدون إحداث يعني المشروع بقاء حزب الله اليمني في الجراف في ضاحية الشمالية وفي صعدة، وبقاء الحوثيين اللاعب الرئيس، وهو صحيح بيكون يعني أحد الأطراف في الحق، ولكن هم صانع القرار، هم القوة الميليشيوية كما في لبنان. هذا يتطلب ماذا؟ يتطلب أن يبقى الحقل اليمني رخو والسلطة الشرعية ضعيفة، ومن المحتمل أن يكون هناك تنظيم ميليشيوي يشبه الحشد الشعبي في العراق، ومن المحتمل أن وهذا اللي كنت أنا أنبه لمدينة تعز أن المخلوع صالح ينشي لنا مجموعة من التنظيمات المتطرفة تحت مسمى داعش، وهذا سيتيح للحوثيين أن يكونوا وكيل محلي لمكافحة الإرهاب، وسيسمح بتدخل دولي لمكافحة داعش، وهذا سيؤدي إلى تهجير أبناء المدينة، سيؤدي إلى خلق ذاكرة، وبالتالي الإيرانيين يراهنون على ما يسمى إذكاء الذاكرة واستدعاء من التاريخ القديم ذا يعني أول حاجة يستدعوا ما يسمى انتماء قديم، ثم هذا الاستدعاء القديم قد كان تآكل وقد كان هناك جيل جديد لا يعرف هذا الصراع التاريخي، بالتالي كيف يمكن لنا أن نجعله بارزا وحاضرا؟ لابد أن يكون مملوء بالثارات ومحتقن بالدم ومحتقن بالحرب، وهذا قد حصل، وبالتالي مدينة تعز سيريدون أن تكون على هذه الشاكلة، ينبغي أن تكون مستباحة، يجب أن تكون فيها تنظيمات متطرفة، وهذا ناتج عن إيش؟ إذا لم نتنبه إلى هذه التراتبية التي تحدثت عليها التي ينبغي أن يكون هناك يعني مؤسسة ضبط، وهناك المحافظة على تراث الدولة، تراث الدولة الوطني، المحافظة على التراتبية، معرفة أن الجيش يسبق المقاومة، المقاومة هي الرديف، الأحزاب السياسية، الفعل السياسي، والمؤسسات المجتمع المدني، والجمعيات التنظيم الإحسان، كل هذا العمل متراتب ومنظم، وهناك إحصائيات وإملاء الفراغات وتعاون المواطنين. على المحافظ أن يستغل ويوظف هذا الاستعداد لاستعادة الدولة في هذه المرحلة حتى يتم يعني إكمال أو الاستعانة بالنقص الدولة، غياب الدولة ونقص المؤسسات وغياب المؤسسة العسكرية وضعف الدعم الاقتصادي وضعف وجود التمويل المالي، علينا أن نوظف هذا حتى نقلل من الأضرار ونخفف من المخطط، لأن المخطط للمدينة خطير، ولذلك ستلاحظين أن المدينة هذه حتى اليوم تخرج بعد كل هذا الحصار لتنتفض وتتفاعل وتعلن الشعارات، هذا دليل أن هذه المدينة لن تنكسر، ونحن نعلم هذا. نعم، إذن دكتور يعني عند هذه النقطة يعني المهام التي يفترض أن تقوم بها السلطة المحلية، هناك ملفات ربما آنية جرحها غائر، ما يتعلق بملفات الجرحى، رواتب المجندين، كيف يمكن حل تلك الإشكاليات بالتوازي مع حضور الدولة؟ أليست يعني وجود بعض الحلول التي تلامس معاناة الناس استشعار حقيقي من قبلهم لوجود الدولة الفعلي؟ هو دائما نحن نعد ما يسمى بملفات الاقتراح وليس ملفات الاحتجاج، يعني غالبا نحن نعلم أن هناك جرحى وأن هناك نقص وأن هناك بنية تحتية دمرت وأن هناك تخاذل في الدعم، لكن على المدينة أن تستعد. الآن نحن نحتج، ينبغي أن يكون لدينا مشاريع مقترحة ليس فقط يعني متعلقة بما هو حادث الآن، حتى للمستقبل، تخطيط المدينة تعز في المستقبل. صحيح أن هناك الآن عدم وضوح شكل الدولة اليمنية وأقاليمها، لكن أنا لدي نخب سياسية وعلى المحافظ وعلى القيادة في تعز أن تستغل هذا الاستعداد في إيجاد فرق عمل، فرقة عمل تخطيط المدينة، تصور المدينة مستقبلي للمياه، لتوسعها المعماري، لإعادة الإعمار، حتى لو كان مرتبط في المستقبل ونحن تحت الحطام، لابد أن نحمل المستقبل، لابد أن نخطط للمستقبل، المستقبل نصنعه نحو، لابد أن يكون لدينا مخطط للاحتياجات الطبية للجرحى. بالتالي عندما أطالب الحكومة، أطالب المجتمع الدولي، يكون لدي مشاريع واضحة وميزانية واضحة واحتياجات واضحة وشفافية. الآن نتحدث عن أعداد في الجيش وهمية، نتحدث عن مقاومة وهمية، هذا يسيء للمدينة. نحن الآن ينبغي أن نقطع مع دولة
المخلوع صالح التي تقوم على الأسماء الوهمية التي تقوم على النهب والسرقة، علينا أن نؤسس للقطع مع الفساد من خلال كشوفات تقوم على كشف أبناء المقاومة بشكل واضح ومحدد بالأعمار، بالسن، بالمستوى التعليمي، بالمنطقة الجغرافية، بالخبرة إلى آخره، بالجيش. لا نريد أسماء وهمية، لا نريد أسماء في المقاومة وهمية، نريد أيضا عدد الطلاب إلى آخره، كم توقفت الدراسة، السنوات، كيفية التعويض. هناك فريق من التربية والتعليم يقوم بكيفية تعويض الطلاب اليمنيين هذه الفترة، كيف يمكن أيضا الفرق المتعلقة بالتأهيل النفسي للأطفال وللشباب، التأهيل النفسي للمقاتلين. نحن دولة وهناك تعليم ينبغي أن نستثمر، حتى عندما توجد جمعيات ونطلب من بعض الجمعيات تضع لنا مشاريع للتعليم، نحن نوظف هذه الطاقة ونشعر أنهم ساهموا في بناء البلد، وبالتالي هذا يمنحهم شعور بالمسؤولية. علينا أن نوظف ذلك على مدينة تعز. إذن دكتور، يعني للإطلاع على الوضع العسكري في تعز، أيضا هناك معنا العقيد ركن عبد الحفيظ الجبلي، رئيس شعبة التوجيه المعنوي بمحور تعز، عبر الهاتف من تعز. مساء الخير سيادة العقيد. مساء النور سيادة العقيد. التئام القيادة العسكرية إلى جانب محافظ المحافظة اليوم في تعز، ما الذي يدل عليه هذا الالتئام؟ بعد البدء شكري لك أختي ولضيفك العزيز ولجميع الإعلاميين في الإعلام الحر، وشكري أيضا لأشقائنا وإخواننا في التحالف العربي وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية والإمارات. أما التفاف الجيش والمقاومة حول ما يدور في تعز، هذه هي الحقيقة هنا. مهما كانت ومهما وجدت من خلافات، إلا أن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وحدة واحدة ملتفة حول السلطة الشرعية المحلية المتمثلة بالأستاذ علي المعمري محافظ محافظة تعز. نعم. إذن هل نستطيع القول أن قيادة الجيش إلى جوار المحافظ اليوم هي رسالة لتثبيت حضور الدولة؟ نعم نعم بالتأكيد. يعني جميع من حضروا وجميع الآراء هنا في تعز ترفض رفضا قاطعا أي اعتداء أو أي فوضى أو أي مساس بالسلطة الشرعية، الجيش الوطني والمقاومة الشعبية كلها ما خرجت إلا من أجل الشرعية، ترفض الإنقلابيين وتلتف حول الشرعية، وشرعية اليوم نحن هنا في تعز ملتفة وممثلة في محافظة تعز الأستاذ علي المعمري. نعم. طيب أستاذ عقيد عبد الحفيظ، يعني فيما يتعلق بمسألة دمج المقاومة في فصائل ضمن ألوية الجيش الوطني، إلى أين وصل هذا الملف؟ طبعا هو توجيهة المحافظ عندما أتى إلى تعز أصدرت توجيهات صريحة بضم جميع فصائل المقاومة في تعز إلى الجيش الوطني. نعم. وبدأ الأخ قائد المحور السابق وأيضا الآن يكمل الأخ قائد المحور الجديد اللواء الركن خالد فاضل بدم جميع المقاومين هنا تحت ألوية الجيش الوطني، لواء 35 واللواء 22 واللواء 17. الآن نحن أقدر أقول لك أنهم قد مشوا أكثر من 60% في ترتيب هذه الإجراءات، وإن شاء الله في الأيام القادمة لن يكون هناك اسم مقاومة، وإنما هناك جيش وطني لتعز ولليمن الكبير بإذن الله. نعم. إذن بين حضور الدولة واستكمال عملية التحرير، إلى أين تمضي تعز في الفترة المقبلة سيادة العقيد؟ تعز إن شاء الله قادمة على تحرير هذه المحافظة المناولة والمحاصرة
منذ أكثر من سنة ونصف بخطى ثابتة برعاية الله وبثبات الجيش الوطني المسنود بالمقاومة الشعبية إلى الآن، وبتعاون إخواننا في التحالف العربي بإذن الله في الأيام القادمة سيسطر الجيش مسنود بالمقاومة أشياء كثيرة سترونها علنا بإذن الله، لا أستطيع أن أتكلم بها الآن من باب سرية هذا العمل، لكن بإذن الله الأيام القادمة ستظهر أشياء جديدة في تعز إن شاء الله بإذن تعالى. شكرا جزيلا لك العقيد ركن عبد الحفيظ الجبلي رئيس شعبة التوجيه المعنوي بمحور تعز، كنت معنا عبر الهاتف من هناك. أعود إليك دكتور عبد الباقي، كان لديك بعض الملحوظات تفضل. هو لدي كان ملاحظة عندما تحدثت عن تراتبية الجيش كنت أتحدث عن الفعل المقاوم، نحن أيضا علينا أن نتلافى أن نعيد المؤسسة العسكرية كلاعب رئيس، علينا أيضا أن يكون هناك ما يسمى بالفعل السياسي، ينبغي أن تكون الأحزاب السياسية فاعلة في هذا التوقيت حتى نؤسس لدولة مدنية سياسية، بالتالي نحن عندما أعطيت أهمية في السابق حتى لا يكون هناك لبس في الفهم عندما تحدثت عن، لأنك تلاحظين التجربة الليبية كيف أن الجماعات المقاومة الوطنية أصبحت تشكل معيق لإعادة الدولة، لأنها لم تستطيع الجيش لم يستطيع أن توجد قيادة تضبط الجماعات، لا ينبغي ألا تكون هناك جماعة خارج التنسيق مع الجيش، لا يمكن لا تسمح القيادة العسكرية في تعز والمؤسسات الدولة أن تسمح لأي جماعة أن تنفذ مهام في المجالات الجغرافية أو أن تقوم بعمليات مقاومة إلا تحت تنسيق ودور وظيفي منسق مع قيادة المقاومة، وبالتالي لا نسمح لأي جماعة خارج هذا التنسيق. نعم، ولكن يعني ألا يعني المقاومة عادة هي توصف بأنها فعل شعبي، هل يمكن ضبط لا مثل لا نسمح هذه؟ لا نريد فعلا شعبيا ندمر ما بقى من الدولة، نحن أمام معركة استراتيجية وأمام فعل وطني، والذي يقوم بفعل وطني ينبغي أن يحقق أهداف استراتيجية وليس أهداف جماعة. نعم، بالتالي لا خلاف على ذلك، لكن هذا لا يعني أن نصبح بعد الاستعادة يكون لدينا الفاعل الرئيس هو الجيش، ينبغي أن يكون أيضا الفعل السياسي المتمثل بالشخصية السياسية والحزبية يجب أن تكون لاعبة في المحافظة وأن تقود هذا الاستعداد الجماهيري وتأطيره وتنظيمه وتنظيمه وبالتالي توظيفه في تعبية الجماهير وفي مساندة المحافظة وفي أن يكون للاعب السياسي حتى تستاخذ الدولة وتستعيد المحافظة ويكون اللاعبين السياسيين والحزبيين هم في المقدمة ويعود الجيش إلى دوره في حيادة سيادة الدولة. نحن لا نريد أن نعيد التاريخ الماضي عندما نقدم المؤسسات العسكرية، هو تصور سابق ولكن هذا من الأشياء التي يجب أن نتلافها، ينبغي أن يكون للأحزاب السياسية دورا فاعلا والمؤسسة المجتمع المدني، وعلى المحافظ أن يشكل هيئات وأن يكون الأحزاب السياسية ظاهرة وفاعلة وتقوم بفعالية دائمة وتوصل رسالتها للخارج، وأن تتحرك الأمانة العامة للأحزاب يتحركون وفقا للشبكات الحزبية الخارجية والداخلية والتنظيمات مع أبناء المنطقة الجنوبية والتنسيق. لا يجب أن نتحدث فقط عن فعل مقاوم من المقاومة، ولحسن مدينة تعز أن معظم قيادات المقاومة هم من المدرسين، وبالتالي لن نخلق، وهذا هناك خوف كنا نخشى من أن دائما الجماعات المقاومة التي هي خارج الجيش تأتي بقيادات جديدة، عندما تخلق هذه القيادات تشكل خطرا فيما بعد الاستعادة، لأن أصبحت لدربة ميدانية لها شعبيتها لها حضورها لديها تضحيات، ومن هنا بعض العقليات التي هي لا تحمل وعيا وطنيا تصبح تريد مقابل ذلك، ومن هنا يصبح خطر. بالتالي نحن قلنا ينبغي على الجيش الوطني أن ينظم هذه الجماعات، أن يحتفظ بحقها المعنوي والمادي، وأن يترك لها الخيار، أما أن يؤسسوا يعني منظمات مقاومة وبالتالي حتى يمكن تنتهي مهامهم بعد استعادة مدينة تعز واستعادة الجمهورية، ينبغي أن يعودوا للحياة مع الاحتفاظ بتلك الجمعيات وبأسمائهم ومرتباتهم أو الاندماج في الجيش، وبالتالي نحن نحافظ على الحق المعنوي، نحافظ على مؤسسة الدولة، ينبغي ألا نترك الجماعات، وهذا خطير ونحن نشاهد ليبيا، نحن لا نريد أن يكون لدينا حشد مقاومات ولا نريد أن تتقسم الجغرافيا، وأنا أحمل يعني عندما نريد أن نقارب الوضع في اليمن علينا دائما أن النموذج اليمني يحمل مخاطر ليبيا
ومخاطر سوريا ومخاطر العراق. نعم يجب أن نتنبه لذلك. نعم وألا نرتكب نفس الهفوة. صحيح. إذن شكرا جزيلا لك أستاذ دكتور عبد الباقي شمسان، أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء، كنت ضيفنا العزيز في المساء اليمني لهذا اليوم. الشكر أيضا لمتابعتكم مشاهدينا الكرام، إلى أن نلتقيكم في مساء يمني جديد. كنوا برعاية الله وأمنه.